واحد الجولة شوارع الدار البيضاء صفة عامة. الشوارع اللي ندوز عليها ما نصور منهم لقطات. الشارع السرطاني اللي قدامنا هو تونسنت. قد دير ودير الطوبيس. القطعة واعرة هذي اللي بغاو يديرو يعني بغاو يقطعو من ورا الطوبيس صعيبة شوية. وهذا راهو متوين سنتر سير التقاطع ديالو مع شارع المسيرة الخضراء الزرقطوني مع المسيرة الخضراء. تبارك الله. يقول لك كازا خاوي كازا راسها شكون عامره انا تمشي انا في واحد الوقيته اللي شوف هاد السطوب هذا طويل 91 تقريبا هذا هو اطول واحد ثاني اطول واحد اطول واحد 103 هذا تقريبا 100 يعني سنختار انني نجي بكري باش ما نتلاقاش مع الكونفورسيون باش نصور لكم في الاخر. ليكم معاك تستوبو ليكم اكثرية ديال الناس تنفاقدو هاد القضية ديال انك تتوقف قدام قدام الاشريطة راه في الاصل الاصل خاصهم يديرو اشريطة قدامهم واحد المساحة ديال البيكالات والماطر عارف الشهر بلاصة اللي تقطعو الراجيني هاديك بوحدا يعني المهضرة والبيكالات راه فيها
يعني في الدول الاوروبيه راه ديما تبدا بحال هاد المراجعين تبقى هما عندهم واحد البلاصه مخصصه هنا ديال الدراجات والدراجات ديالهم وصحاب الطوموبيلات تيكونوا من وراهم الشارية ديال الناس يقول لك لا علاش تجوق فوق قدام حيت هذا هو الاصل اللي خاصو يكون حيت كاين الاكتظاظ في الدار البيضاء ماشي شي مدينة اللي صغيرة يعني واحد المدينة اللي كبيرة بزاف باش هادوك الدراجات ما ينعكشوش صحاب الطوموبيلات يعني يبقى لاصق ليه هو وحده فهمتي يكون قدامو راه غادي يزيد غادي يعطي واحد الفرصه للطوموبيل فين يدوبلو فين بزاف تفضل حتى دابا هاد الموطور ها هو داخل وسط منه يعني كون كانت هاد البلاصه فين غادي يوقفو ما يحتاجش يدخل وسطها ما يحتاجش يدخل وسطها الطوموبيل مازال في الجولة ديالنا حنا دابا في الزرقاني حنا قربنا دابا راه قربنا لعبد المؤمن الإشارة حمراء عطاك البوليسي سير دابا في شارع عبد المؤمن يعني المنطقة هذه تقول لها حي المستشفيات الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين يعني هنا كاين بن رشد كاين كاع هذوك السبيطارات كاملين في الحي شرد 67 ديما كنضوبلو حتى عاد رجع لي 67 كنمشي شي سالمية نبدأ واحد القضية قليل باش تقطع ممكن ممر ديال الطرامو قال لك راه ما خصكش حدا من الطرامو خصك تاخدي تا من الممر باش بعد الممر تا هما تيمشيو في البلاصة ديال الطرامو تيمشيو بشي صورة خيالية فعلا هاد القضية راه بصح المستشفيات باش نغيرها
لقيت عاقل كاين باسبور نهد. الصيدلة جامعة حسن التنين البيضاء هي هذيك على اليمين ديالي، راه من وراها لهي وقال لي راه كاين 20 هوش. هادي الله يرحمك، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين منا، الله يشافي اي واحد. انا راه علاش هما سموها حي المستشفيات، يعني في كل شيء فهمت مجموع في هذيك. كاين اللي يعرفها وكاين خرجنا على 20 غوش ديريكت. ديال 20 غوش يشافي اي واحد، الله يجيب يعفو شفاء ولا يغادر وسقم. لكم طوبيس الاصفر غادي يكون 97 38 149 واحد فيهم، يقدر يكون حتى واحد من المعاملات يمشيو للبرنوص. يعني خرجنا دابا المولاي ادريس هاد الجولة تكون طويلة ولكن يعني يكون فيها واحد شوية تنوع. هذا 51 القدام جبتو صحيح 97، غنمشيو في مولاي ادريس نمشيو هنا باش نمشيو نخرجو في انوار.
من الانواع احساسنا ما بغيناش ندوزو منه. وهنا راه كما قلت لكم راه الفيلات اللي تشوفوا هذا واحد المثال حي. الفيلات ولاو تيريبون يبنيو بحال هاد الاقامات ريزيدونس كاع كبيره. هادشي كامل هاد الفيلات راه واحد جوج فهاد الفيلات هادو دابا شريهم المقاولين وعاودوا فيهم يعني ريبهم وعاودوا يبنوهم. في هذه الشارع يعني الفيلا بحال تضيع المساحة. اطلع من هنا وصلنا لارميطاج يعني حي الراجا والجولة ديال الفوق. كنتمنى يكون عجبكم و متنساوش الاشتراك و السبسكرايب.